إيه طلاب، فبالنسبة هسه نجي للحالة الثانية. الحالة الثانية اللي هي حسب هذا المثال شو تقول؟ تقول إنه ال B تساوي net all are defective، كل القطع راح تكون معيبة. بمعنى آخر إنه هنا الاحتمالية إيش راح تصير؟ حصير إذن الاحتمالية إنه ال X probability X يساوي لنا راح يساوي لنا الخمسة. نجي نكتبها كقانون، إذن ال probability لل X يساوي لنا خمسة حيكون كالتالي، حيكون مفكوك الخمسة على أيضا مفكوك الخمسة، خمسة ناقصا خمسة كمفكوك، أوكي 0.1 مرفوع للأس خمسة، وهنا 0.9 خمسة ناقصا خمسة. أيضا مباشرة نقدر نختصر مثل ما قبل شوية شفنا، فهذا حيروح مع هذا. هنا قيمة خمسة ناقصا خمسة معناتها صفر، فمفكوك الصفر إيش قد قيمته؟ حتكون قيمته واحد، فراح يصير كأنه واحد إلى واحد. أيضا مضروب هنا 0.5 مرفوع للأس خمسة حيكون 0.0001، وهنا واحد. فإذا قيمة إنه الـ probability للـ X يساوي لنا خمسة حتكون 0.0001. هاي هي الاحتمالية إنه الكل راح تكون شبيهة defective. أوكي، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة اللي هسه كلها هنا at most، إذا هسه C at most to defect. هنا شو نجي نشتغلها؟ مثل ما قلنا طلاب، هنا كلمة إنه at most معناتها شو راح نكتبها؟ أصغر ويساوي. فمن أجي أريد أسويها للـ probability، ها هنا شو راح يصير؟ حصير إذن الـ probability at most to defective هي عبارة عن الـ probability x أصغر أو يساوي لنا 2. بمعنى آخر إنه أنا راح أخذ الاثنين وكل القيم اللي تحت الاثنين، طب حتى الصفر أخذه. ليش حتى الصفر أخذه؟ لأن أكو احتمالية إنه المنتج ما يكون معيب أو ما أكو خسارة أو إلى آخره، فبالتالي إذا الصفر هنا إلى قيمته، فبالتالي من حجي أكتب الصيغة شلون حكتبها؟ راح تصير كالتالي، إذن the probability 2 زائدا للواحد، آسف، للواحد زائدا للصفر. زين، شلون حاجة أشتغلها؟ شلون أجي هسه حاشتغلها بهاي الحالة؟ حاشتغلها على الطريقة الثانية. قبل شوي اشتغلت لكم إنه خدت يعني جماعتهن بعدين ضربتها بالبي والكيو، لا هالمرة حاخذها على الطريقة الطبيعية الاعتيادية حتى يكون الطالب شيء يحب يطبق من عنده خليه يطبق، يا طريقة يحب يطبق خليه يطبقها. فنيجي هسه بالنسبة الأول واحدة الـ probability اللي هي للاثنين، شو راح تصير؟ حصير كالتالي، خمسة كمفكوك، مفكوك اثنين اللي هو هنا يعني كقيمة الأولى كمفكوك كx، خمسة ناقصا اثنين كمفكوك. طبعا هنا احنا لازم نفتح قوس كبير على مود نقدر بعدين شوية نسده. بالنسبة للبي هنا ايش راح يصير؟ 0.1 مرفوع تربيع لكونها الx، وهنا 0.9 حصير خمسة ناقصا اثنين ونسد اول واحد. زائدا نجي نكمل الثاني اللي هي حصير مفكوك الخمسة على مفكوك الواحد، خمسة ناقصا واحد كمفكوك، 0.1 مرفوع للأس واحد، نانا 0.9 اللي هي حصير 5 ناقصا
واحد هاي بالنسبة للحالة الثانية اللي هي الـ probability يكون قيمته واحد. بالنسبة للحالة الأخيرة الـ probability إيش قد حتكون قيمتها؟ حتكون قيمتها صفر، فمفكوك الخمسة على مفكوك الصفر، خمسة ناقص صفر كمفكوك، نجي هنا 0.1 مرفوع للأس صفر، والـ 0.9 مرفوع للأس إيش قد خمسة ناقص صفر. أسد القوس، هسه نستخرج قيمة لكل واحد، يعني المهم كمفكوك إلى آخره، راح تكون القيم بالنسبة لـ probability x يساوي لنا 2 حتكون 0.00729 plus بالنسبة لـ probability x يساوي لنا 1 حيكون 0.32805 زائدا 0.59049 حاصل جمعهم 0.9258. فالطالب الطريقة اللي يحبها يطبقها، يعني لأن هي هاي قلت لكم عدة يعني طريقتين، اللي تشوفها أنت إلك أفضل واللي تساعدك أفضل، هاي بقت يم الطالب. نجي على آخر موضوع بهاي المحاضرة، يعني وراها نريد نحاول نحل ولا يعني بعض التوتوريال مال المحاضرة السابقة. طلاب هنا أنا عندي some properties of binomial distribution، هاي هسه حكتب هاي قوانين. طلاب هاي تنحفظ مثل ما تنحفظ أسماءكم والترتيب، لكون إنه هاي القوانين وهاي الصيغة وهذا التسلسل مهم جدا. يعني بالمحاضرة الجاية أنا ليش حكتبها هسه؟ يعني بالمحاضرة الجاية والاعتماد على رب العالمين راح نعتمد على هاي القوانين بهالصيغة بهالترتيب. طلاب احنا ايش كم عندنا نوع من انواع الديستريبيوشن؟ عندنا ثلاثة، اللي هو النورمال، ايضا عندنا الباينوميال، وعندنا بويسون. احنا تعلمنا بالمحاضرات السابقة عندنا شغلات مهمة نستخرجها، اللي هي اول واحدة المين، وعندنا الستاندرد ديفيجن، وايضا عندنا ايش الفاريانس اللي هسه راح نبدي نحتاجه بشكل كثير. شنو العلاقات ما بيناتهم او شنو القوانين؟ بالنسبة للمين للنورمال القانون مالته هو هذا اللي هسه راح نكتبه، مجموع fi xi على مجموع يعني من تجيك منطقة ما تكتب يعني مصيبة، مجموع fi xi على مجموع اوكي راح اكتبها بصيغة مجموع fi xi على مجموع ال fi. بالنسبة للباينوميال القانون مال مين هو عبارة عن N في B، الـ N في الـ B. بالنسبة هنا الـ ميو القانون مالته هذا، تعرفون شنية هذا الإشارة بالرياضيات؟ هاي إلكم، شو اسم هاي الإشارة بالرياضيات؟ هاي فشي تستخدموه أنتو بالرياضيات، شو اسمها يا ترى؟ يعني ما شاء الله هواي طلب من أقول شنو هاي، ما حد يصفن بوجهي يعني سابقا، انا ما اعرف هسه. المهم يجي بالنسبه للنورمال ستاندرد ديفيجن، بالنورمال القانون مالته ستاندرد ديفيجن هو اقدر استخرج من تحت الجذر مجموع اف اي افتح قوس اكس ناقصا لميو كل ايش تربيع على ان ناقصا واحد. بالنسبه للباينوميال حتى استخرج standard deviation هو عبارة عن ال n في ال b في ال q. بالنسبة لهنا هو عبارة عن جذر هاي العلامة، ما راح أقولها. نيجي بالنسبة لل variance هو عبارة عن تربيع standard deviation بكل الحالات. طلاب هاي لازم تفهموها، هاي لازم تفهموها، هاي القوانين
يعني راح نستخدمها هواية. اكو فد relationship between binomial and normal distribution. If n large, إذا كانت ال n كبيرة معناتها ال b وال q close to zero راح تكون كلش قليلة وتكون قريبة للصفر. ليش؟ لأن احنا بالأصل عندنا الزد شي يساوينا مو x ناقصا على ميو على السيجما. أنا أقدر هذا يعني القانون أكتبه بغير صيغة هذا القانون هسه ممكن أنا أكتبه زد يساوي إن x ناقصا n في ال b على تحت الجذر ال n في ال b في ال q. بقى هنا ايش مزجت؟ مزجت قانونين الباينوميال عوضت. أنا شلون استخرج بقى هنا الميو بالباينوميال؟ استخرج ال n في ال b. وشلون استخرج السيجما بالباينوميال؟ استخرج بهاي الصيغة. فعوضت قيمها، عوضت وين قيمها حتى أقدر استخرج، لأن ممكن أن المعطيات تكون بالسؤال عندي قريبة لهذا الشيء، فبالتالي أقدر مباشرة أطبقها. هنا شنو معناتها طلاب؟ الـ N معناتها large كبيرة، والـ N احنا الـ N هي عبارة عن إيش؟ حتكون كبيرة. أوكي، لأن عندك بعدين الـ N في الـ B حتكون شبيهة، هي عبارة عن الـ S، والـ N في الـ Q ايضا هي عباره عن اكبر من الاسيد ولا ستاندرد ديفيجن، فبالتالي اكيد راح تكون قيمتها اصغر، صغيره جدا وقريبه من الصفر. طلاب الاعزاء، طبعا هاي كانت المحاضره مال اليوم، بس احنا راح نحاول انه نحل عدد يعني ولو بسيط من التوتوريال، يعني اللي نقدر نحله، ما اريد نطول المحاضرة. فنريد نطول المحاضرة فنحاول نحكيها. طلاب بالنسبة للسؤال الأول، مباشرة راح نترجمه. هو ايش ده يقول لك؟ يا بعدنا أقطار لبراغي تنتجها فد آلة معينة عادة ما تكون موزعة ما بين الميو اللي هو 0.76 وعندك السيجما 0.012. مواصفاتها ايضا محصوره ما بين قيمتين، يعني كمواصفات احنا نسميها الستاندر مالتها. فالمطلب الاول يقول لك ما هي نسبه يعني البراغي اللي ممكن ان تكون مطابقه انما للمواصفات. هاي بالنسبه للمطلب الاول. بس لحظه خليني افتحها بغير برنامج، فمن نجي أريد أحل طلاب مثل ما علمتكم، الخطوة رقم واحد لازم أحدد، خلينا نسميها إحنا معطيات السؤال حتى لا تصير علي يعني خربطة، ولازم تكون عند المعطيات موجودة. فالمعطيات أنا عندي بالبداية الميو تساوي لنا 0.76، عندك السيجما تساوي لنا 0.012. من أهم الشغلات اللي لازم من البداية نعرفها ونحددها اللي هو الـ 1 unit. الـ 1 unit بما أنه هنا القيم اللي عندي كلها، طبعا هنا ما عندي X، هنا أنا ما عندي X، انتبهوا، هنا عندي مدايات، عندي ما أعرف إيش وما عندي، أنا أعتمد هنا على ميو حتى أستخرجه. فهنا معناته هو عبارة عن 0.01، أوكي، فنصف قيمته، فنصف، خلينا نكتبها جوا، فنصف قيمة الـ O الـ 1 unit شو راح تكون؟ حتكون 0.001
5. هاي أول شغلة نخليها. إذا صار هسه كم معطى عندي؟ هذا معطى، هذا أيضا من المعطيات، هاي حتى لا أنساها وتظل أمامي. بس بالنسبة للحالة الأولى، بالنسبة للحالة الأولى، إنه هاي نسبة البراغي راح تكون مطابقة للمواصفات الموجودة إلي، بس هي على كيفك. هي المواصفات مين؟ مواصفات الأقطار. مواصفات الأقطار اللي كانت إلي حسب معطيات السؤال هي محصول من 0.72 أوكي هنا المل لل 78، فإكس أكبر أو يساوي لنا 0.72 وأصغر أو يساوي لنا 0.78. نحولها لازم بصيغة الزد، معناته أن البروبابيليتي للزد تكون أكبر من الزد 1 وأصغر من الزد 2. هسا راح نستخرج القيم. أوكي نبدأ من أصغر وحدة، نبدأ من أصغر يعني قيمة اللي هي 0.72 وراح نطرحها. أوكي فمن نجي هسه هنا بالنسبة إلي، فالزد 1 شو راح تصير؟ إكس 1 ناقصا لميو على سيجما يساوي لنا 0.715 ناقصا 0.76. طبعا اكو شغلات بعد ما اتشرحها لان مفهومة شلون طلعت هاي القيم مال اكس وشلون استخرجتها بعد ما اعيد حكايتها، وحتى بالنسبة للتيبل ايضا انفهم بعد ما نحتاج كل ساعة نرجع للتيبل ونستخرجه. فبالتالي اذا هنا Z1 حيساوي لنا 3 عدد صحيح بالسالب، سالب 3.75. نروح لازم للتيبل حتى نستخرج قيمة الاريا. هنا قيمة الاريا ايش راح تساوي لنا طلاب الاعزاء؟ حتساوي لنا 0.4999. اوكي زين زين طلاب، هنا بالنسبة للجدول، طبعا الجدول بشكل عام يصل الى 3 عدد صحيح و4 وهو اخر نسبة موجودة بقية الجدول. فلهذا بقية القيم، باعوا هاي ملاحظة ايدك تفهمها، الجدول يوصل 3 عدد صحيح و4 كآخر قيمة موجودة بالجدول. فوراها من 3.5 الى 3.9 هاي كلش ينطيني حينطيني نفس القيمة اللي هي 0.4999. مفهوم طلاب؟ هاي ملاحظة خليها لك طلاب. الجدول بالامتحان حيكون أنا أسهل عليكم، أنا ما راح أنطيك جدول لأن كوقت امتحان وضعية، أنا مباشرة حنطيك قيمة الاير، يعني أنت عليك تستخرج قيمة الزد المفروض الصحيحة. أنا ما أعرف أنت شو راح تستخرج لي، بس المفروض الصحيحة أنا حنطيك قيمة الزد الصحيحة اللي تقابلها بالاير. أنا حقول لك علما أن قيمة Z1 هلقت اللي هي الأي مالتها، أنا ما راح أنطيك قيمة Z بس أعطيك الأي ما Z1 هي هلقت، مفهوم؟ المهم نرجع نكمل. بالنسبة للZ2 هي X2 ناقصا قلنا ميو على السيجما، بمعنى آخر لأن هي 0.785 ناقصا 0.76 على 0.012. أيضا حتطلع لي إذا قيمة الZ2 يساوي لنا 2 عدد صحيح وصفر وثمانية راح نستخرجها من التيبل، فالأي 2 حيطلع لنا 0.4812. فإذا هسه طلاب أنا صار عندي قيمتين، هاي هي القيمة الأولى وهاي هي القيمة الثانية. اللي راح نسوي هسه على أساس حنسوي نكتب أول شيء الاحتمالية، نكتب الاحتمالية في probability إلى الزت هنا اللي هي أكبر من سالب عدد صحيح، سالب وثلاثة عدد صحيح 7.5، والزت هي أصغر من 2 عدد صحيح 0.8 بالموجب. بمعنى آخر، بما أن الإشارات مختلفة فالعملية حصل عملية جمع، ف 0.4999 زائدا 0.4812
فراح يعطيني الناتج 0.9811. بما أنه هو يريد نسبة مئوية، إذن مباشرة نضرب هذه القيمة في 100، فإذا معناتها 98% منها هي شاح تكون عادة البراغي اللي تكون مطابقة للمواصفات. أوكي، مواصفات. من أجي أريد أرسم الرسم، طبعا رسم جدا مهم. أوكي، هنا شو نسوي؟ نقسمها. فهنا قيمة Z1 الأولى اللي هي بالسالب، اللي كانت سالب 3 على الصحيح دوت 7.5، وهنا يقابلها اللي هي Z2 بالموجب 0. اللي هي 2 على الصحيح 0.8. بمعنى آخر إنه هنا محصورة الـ A1 والـ A2، الـ A1 والـ A2. هاي بالنسبة للمطلب الأول. زين أوكي، بالنسبة للمطلب الثاني، المطلب الثاني اللي هو هنا يقول لك ما هي نسبة المسامير التي ستكون أصغر من 0.73. اوكي، يعني معناته هنا ايضا يعطينا في المواصفه يقول لك ايش قد ممكن انه تكون هي اصغر. بهاي الحاله طلاب معناته ان البروبابيلتي للاكس هنا ايش راح تصير؟ حتصير اصغر من 0.73. بمعنى اخر لازم نحول احنا بصيغه الزد، يعني probability للزد هتكون أصغر من 0.73. نجي نكتب القانون، فزد يساوي لنا x ناقصا لميو على سيجما. شو يساوي لنا هنا؟ طبعا نفس الحكاية، لازم نطلع ببداية قيمة x. شلون نطلع قيمة x؟ أما نطرح أو نضيف بمقدار نصف ال1 يونت LSD. وأنا بعد هنا ما راح أقول هنا أنا سويت، أنت لازم تفهم أنا هنا طرحت لو جماعت. وليش؟ لأن احنا حكينا بالمحاضرة السابقة 0.725 ناقصا 0.76 على 0.012، فراح تطلع لنا إذا قيمة سالب على صحيح 2.916. طبعا هنا نبعو مثل ما قلنا احنا هنا عندي انا عدة طرق. اما الطريقة الاولى اللي قلت لكم ناخذ نقطتين للمنتصف ونستخرجها او نقرب. بشكل عام انا قلت لكم حسهل عليكم مباشرة بالامتحان، حقول لك قيمة الاريا هي عبارة عن مثلا 0.4982، يعني حقول لك بهالصيغة، حقول لك Z1 الاريا مالتها هي 0.4982. انا ما راح انطي قيمة Z1 هاي، انت راح تستخرجها، فاذا طبعا مستخرجها غلط فانا بالنسبة لي حنطي غلط. اوكي، فنجي نكمل. فاذا هسه هذا هاي قيمة الاي 1. اوكي، بما انه هسه يريد من عندي انه الزد اللي هي اصغر من سالب 2 على الصحيح 9.2، بمعنى اخر انه ال 0.5 ناقصا 0.4982 مباشرة هذا الناتج راح اضربه في 100، لان هو اصلا ده يريده ايش؟ هو ده يريده اصلا نسبة مئوية، فاذا معناته حيطلع لنا 0.18. هذا هو النسبة اللي حتكون أقل من 73. بالنسبة للرسم هم نفس الحالة، ومهم جدا ولازم نطبقه حتى نأكد إنه الحل مالتنا صحيح. حسب المعطيات أنا استخرجت القيمة هنا بالسالب Z2 اللي كانت سالب 2 على الصحيح 9.1
ستة. فإذا معناته إنه النسبة هاي اللي دا تطلع لي هي وين موجودة؟ هي موجودة هنا بالخارج اللي هذه هي الأصغر، هذه هي الأصغر، يعني الـ A1 هنا محصورة ما بين الـ Z والـ Z1. راح نحاول أيضا نحل المثال الثاني من الأمثلة المهمة جدا، يعني بها شغلة إنه أنا منطي قيمتين، القيم بالنسبة للميو والسيجما، هاي القيمتين المعطاة لهذول السؤال، يعني للميو والسيجما. الميو هو 2.1 والسيجما هي 0.15. إذن الـ 1 يونت على أي أساس حيعتمد؟ هل أنا حاخذ الـ 1 يونت على أساس مرتبة واحدة ما بعد الفارزة كأنه الميو؟ لو أخذ مرتبتين ما بعد الفارزة كأنه السيجما؟ لا طلاب، نشتغل كل مرة على أساس الميو، نشتغل كل مرة على أساس الميو. حسب هذا المثال، عادة ما يتم توزيع أقطار البراغي، أقطار البراغي بنطيارك ما بين الميو اللي هي 2 على الصحيح و1 أن سيجما اللي هي 0.15. بالمطلب الأول طلاب يقول لك ما هي نسبة البراغي المتوقع أن يكون حجمها أكبر من 2.5؟ هنا يعني فهنا منطيني انه شنو النسبة المتوقعة حجم البراغي شبيها اكبر من 2.5 greater than. اذا الخطوة رقم 1 ومثل ما تعلمنا لازم اكتب ايش معطيات السؤال حتى لا انساها. فالميو تساوي لنا 2 عدد صحيح و1، وبالنسبة للسيجما حيطلع لنا 0.15. طبعا طلاب سنتيمتر يعني طبعا وحدات اذا كانت مختلفه فقط في السؤال نفسه، يعني انا منطيك مليمتر منطيك سنتيمتر، هاي لازم نحول اوكي، بس انا بشكل عام لازم انطيها لك متشابهه، يعني سنتيمتر سنتيمتر مليمتر مليمتر. فاذا هي سنتيمتر سنتيمتر او مليمتر مليمتر ما احتاج احول واحد الى الثاني، لا فقط اذا بنفس السؤال انطيتك الميو، يعني انطيتك مثلا فد قيمه بالسنتيمتر، يعني مثلا هنا انا السيجما منطيك انا بالسنتيمتر، وجيت انطيتك بعدها مثلا هنا greater than 2.5 مليمتر، لا هنا حيصير اكو اشكاليه، لازم تحول. اوكي طلاب نرجع نكمل. فال1 يونت حتى اجي اذا هسه استخرجه بالنسبه لل1 يونت، اوكي ايش راح يصير؟ حيصير هنا one unit in LSD حيطلع لنا مثل ما قلنا حنعتمد واعتمد رب العالمين على ميو اللي هو 0.1 اوكي. معناته اذا نصف قيمة ال one unit حتطلع لنا 0.05. اذا هسه معطيات السؤال المهمة، هسه هاي اول ثلاث معطيات بالسؤال مهمة جدا. هسه راح نجي نطبق بالنسبة للأول واحد اللي هو greater than، اثنين ونصف سنتيمتر. فمن نجي نشتغلها فال x تساوي لنا 2.5 زائد نصف قيمة ال LSD حيطلع لنا 2 عدد صحيح و55. نجي نطبق القانون، القانون اللي هو Z1 شي يساوي لنا X ناقصا لميو على سيجما، بمعنى آخر 2 عدد صحيح و55 ناقصا 2 عدد صحيح و1 على 0.15 شي ينطيني 3. هاي الثلاثة وين حروح؟ لازم أروح للجدول وأستخرج قيمة الأريا. فمن رحنا للجدول استخرجنا قيمة الأريا كانت 0.4987، هاي أوكي القيمة اللي تمثل بالأريا. حتى سأستخرج البروبابلتي، فإذا Z أكبر من الثلاثة، إذا 0.5 ناقصا 0.4987، بمعنى آخر إذا البروبابلتي حتكون 0.5
3. هاي هي الاحتمالية اللي راح تكون في عملية الاستخراج. نجي طبعا نرسم، نجي نرسمها. اوكي، هنا شو راح تمثل؟ هنا حتمثل طبعا زد يساوي لنا الصفر، هنا حتمثل القيم السالبة والقيم الموجبة لزد. بما انه هنا هو موجود بالموجب في الجهة الموجبة، فمعناته اذا الاحتمالية راح تكون بهاي المنطقة. بالنسبة للمطلب الثاني، بالنسبة للمطلب الثاني ايضا يقول اذا كانت المواصفات القياسية هي ما بين يعني 1.75 الى 2.5 سنتيمتر، ما هي نسبة البراغي، او ما هي البراغي يعني نسبة البراغي راح تكون ضمن هاي المواصفات. هم نفس الحالة، معناته هنا طالب العزيز، هنا شنو معناته؟ هنا منطيني معناته between، هنا منطي between. فمثل ما قلنا من ينطيني between لازم نطبق في ترتيب معين، فلهذا هنا هو يقول لي إذن between، نكتب المعطيات 1.5 سنتيمتر وأيضا 2.5 سنتيمتر. الميو هو نفسه ما تغير، يعني هو للسؤال ككل، وأيضا السيجما اللي هو 0.15. من نجي أريد أستخرج الون يونت، هل صار عليه تغيير؟ لا، ما صار عليه أي تغيير، فبالتالي نفسه. إذا نصف قيمة الون يونت إيش قد حتكون؟ حتكون طالب العزيز 0.05. فإذا هسه معطيات السؤال عندي هذا سيجما والميو، وايضا عندي هذا الرينج اللي اشتغل على اساسه. هم كالمعتاد لازم بالبدايه نستخرج قيمه الاكس 1 وقيمه الاكس 2، فبالتالي الاكس 1 يساوي لنا 1 على الصحيح 7.5 ناقصا 0.05، حيطلع لنا 1 على الصحيح و7. بالنسبه للاكس 2 شو راح تصير؟ هي 2 على الصحيح و50 زائدا 0.05، حينطيني 2 على الصحيح و55. هاي هسه شو استخرجنا؟ استخرجنا قيم الـ X1 والـ X2 اللي راح نستخدمها بعد شوية بحل السؤال. نجي هسه نطبق حتى نستخرج قيمة Z1 يعني كأول واحد، فراح يصير لنا 1 على الصحيح و7 ناقص 2 على الصحيح و1 على 0.5. مباشرة بعد قسم وضرب حيطلع لنا سالب 2 على الصحيح و66 سنتيمتر. هاي بالنسبة للZ1. اوكي، الاريا مال Z1 اذا من نروح للجدول، فالاريا 1 شو حتساوي لنا؟ حتساوي لنا 0.4961. هاي هسه ايش؟ استخرجنا قيمة Z1 وما يمثلها بالاريا under the curve. بالنسبة لقيمة الـ Z2 هي 2 على الصحيح 5 5 ناقصا 2 1 إلى 0.15 يساوي لنا أيضا 3. أيضا راح نروح للأريا، فالأريا 2 حيطلع لنا 0.4987. هاي بالنسبة للأريا 2، فإذا صار عندي هذا وهاي ما يقابلها بالاريا. اذا اوكي، هسه راح نطلع الاجمالي مال هذا مال هذه الاحتماليه اللي هي تكون كالتالي: الزد اكبر من 2 على الصحيح و66 واصغر من 3. بمعنى اخر الاحتماليه ايش راح تصير؟ حتكون A1 زائد A2. اذا حنيجي هنا 0.4961 زائدا 0.4987 حينطيني ما يقارب 99.48. انه هاي المواصفات القياسية هي حتكون مطابقة او تلبيها. زين، من نجي نريد نرسم، هم كالمعتاد نزلت
هنا القيم حتكون طبعا بس أكو شغلة أعتقد هنا سالب آسف هنا سالب آسف أوكي فهنا حتكون الزت 1 اللي هي بالقيم السالبة حتكون سالب 2 على الصحيح و 66 وهنا حتكون 3 فبالتالي إذا الأريا حتكون محصورة ها هنا ما بين الـ A1 والـ A2 هنا لأن كلها حتلبي المواصفات اللي يريدها المنتج أوكي هاي المواصفات اللي يريدها المنتج هسه حنحاول نشوف اي خلينا نشوف ايش قد بعد لنا وقت حسب التسجيل ما بقى لنا غير 5 دقائق نحاول المشكله الاسئله اوكي طلاب بقيه الاسئله يعني إن شاء الله حنرتبها في الترتيب ثاني وأرسلها لكم أتمنى أن تكونون استفاديتوا من هاي المحاضرة ونلتقيكم بالمحاضرات القادمة السلام عليكم